صحيح الوضع صعب كثير، وأنا عندي أولاد مرضى، يعني أنا بحاجة ماسة لو حد يساعدني. يعني عندي ولدين بدهم علاجات، 6 علاجات شهريا، مش قادرة أجيب لهم إياها. عندي واحد برضه اللي هو معاق، بده بمبس، بده رعاية اجتماعية ورعاية صحية. وعندي كمان واحد برضه أزمة اللي هو مراد، برضه في صدره، برضه تعبان. وبدهم أكل خاص اللي زيهم، بدهم مرسة دايما علاجات ودايما تحاليل ودايما أدوية. وأنا مش قادرة أجيب لهم ولا أي إشي يعني.